وزارة الأشغال العامة سخرت كافة جهودها تحسبا لهطول أمطار غزيرة قد تشهدها البلاد يوم غد الأربعاء والخميس أيضا. من مدينة صباح الأحمد جنوب البلاد معنا من هناك مراسلنا نواف الشراكي ليطلعنا على آخر الاستعدادات بهذا الشأن. نواف، ماذا لديك حول الأعمال التي قامت بها وزارة الأشغال العامة في مدينة صباح الأحمد السكنية؟ مساء الخير بسام، ومساء الخير كل من يشاهد نشرة الأخبار على تلفزيون دولة الكويت. مثل ما تفضلت، نحن متواجدون الآن في جنوب ضاحية صباح الأحمد لتفقد ما هي حالة الاستعداد والتأهب حقيقة التي تقوم بها وزارة الأشغال على قدم وساق. حقيقة متابعة حثيثة ومستمرة وشخصية من معالي وزير الأشغال العامة وزير الدولة شؤون البلدية المهندس حسام الرومي، الذي حقيقة يعني يطلع على أهبة الاستعداد التي موجودة الآن من خلال الجهود الحثيثة التي يقوم فيها جميع العاملين في وزارة الأشغال. في البداية معالي الوزير، نشكرك على هذا التواجد المستمر والجهود التي حقيقة تبذلها وزارة الأشغال بكل جد واجتهاد. ولكن أيضا معالي الوزير، ما هي الاستعدادات القادمة بالنسبة وفق التنبؤات والتوقعات بأن هناك هطول أمطار على دولة الكويت خلال اليومين القادمين؟ ما هي الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الأشغال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، بناء على تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء بتكامل الجهود من جميع الجهات الحكومية وتضافرها ووضع الخطة المناسبة لتوقع ما قد يحدث من أمطار تنزل على دولة الكويت، ولله الحمد تم وضع الخطة بالنسبة للجنة التنسيقية لهطول الأمطار. الآن احنا بطور تنفيذ هذه الخطة سواء من قبل وزارة الأشغال أو الهيئة العامة للطرق أو وزارات الدولة كاملة، الإدارة العامة للإطفاء، الدفاع المدني، وزارة الداخلية، النفط، الصحة، الإعلام، الأرصاد الجوية، كل الجهات الحكومية التي تساهم معنا بهذه الخطة. ومقر الآن اللجنة موجود في الدفاع المدني، والآن عندنا كان تجمع مياه في مجرور الأمطار الموجود جنوب مدينة صباح الأحمد، وهو ممتلئ الآن بالمياه، ونظرا للأمطار المتوقعة على دولة الكويت الآن جاري سحب المياه الموجودة الآن من حول هذا المجرور كله كاملة ممتلئ ويذهب إلى منازل المواطنين. الآن قمنا بتركيب 6 مضخات بالمنطقة هذه، وهناك منهول آخر الآن راكبين 3، وراح تركبون 3 آخرين الليلة إن شاء الله راح نشغلهم، وراح يكون المجموع 12 ماكينة ضخ تسحب من المجرور حتى نفضي ويكون المجرور يستوعب أكبر كمية من الأمطار. جاي لنا الآن دعم من الحرس الوطني بماكينة ضخ قدرتها 4000 جالون بالدقيقة، يعني ما يعادل تقريبا من المكاين الموجودة الآن حاليا تقريبا يعادل تقريبا 18 ماكينة. ماكينة واحدة تعادل 18 ماكينة من المكاين اللي احنا مركبينها. ونشكر هذه الجهود من كذلك اليوم وزارة الدفاع قامت بمسح المنطقة لمعرفة الشعيب التي تحيط بمدينة صباح الأحمد وكذلك من جهة الأحمدي حتى نضع الحلول إن شاء الله إذا أسعفنا الوقت والطقس أن نعمل السواتر الترابية بحيث نغير مسار هذه الشعيب بحيث لا تتجه إلى المناطق السكنية وإنما تتجه إلى البر حتى نتلافى هذه السيول من أن تصل إلى المناطق السكنية. وكذلك الآن عندنا بلدية الكويت قاعدة تساهم الآن بتنظيف الشوارع من الأتربة والوحل النتيجة للأمطار السابقة في
في مدينة صباح الأحمد، والعمل على مدار 24 ساعة من قبل بلدية الكويت، ولله الحمد طلبنا يعني شغالين، وطلبنا الدعم من محافظة حولي بآليات أخرى حتى نتمكن من إزالة هذه الأتربة بأسرع وقت من مدينة صباح الأحمد. مع الوزير، بالنسبة للجهات الأخرى اللي أيضا يشكرون على جهودهم، هناك غرفة عمليات الدفاع المدني، غرفة عمليات وزارة الداخلية، الإدارة العامة للإطفاء، أيضا إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة، كيف راح تكون آلية التنسيق وأيضا عملية التعامل في هذا الجانب؟ المركز الرئيسي راح يكون في غرفة الطوارئ في الدفاع المدني، وغرفة الطوارئ في الدفاع المدني موجود فيها ممثلين من إدارة عامة الأطفاء، من وزارة الداخلية، من وزارة الصحة، من النفط، من الأشغال، الهيئة العامة للطرق، الأرصاد الجوية، النفط، الكهرباء، كل الجهات، الإعلام، كل الجهات الحكومية في ممثلين، وكذلك في اتصال بين هذه الغرفة، غرفة الموجودة الآن لغرفة الطوارئ، وكذلك غرفة الطوارئ الموجودة في وزارة الداخلية أو في الإدارة العامة للإطفاء. هناك تنسيق كامل وشامل بين الجهات، وكذلك متابعة لتنفيذ هذه الخطة. ونحن الآن يعني بعد شوي إن شاء الله أطلع من جهة الفحيحيل، ومن ثم إذا أتجه إلى غرفة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني. مع الوزير، كلمة أخيرة تحب توجهها إلى المواطنين والمقيمين في دولة الكويت؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أتمنى يعني السلامة لجميع المواطنين والمقيمين على دولة الكويت. كل اللي أتمناه منهم إن شاء الله إذا كان هناك أمطار غزيرة أن يعني لا يطلعوا من منازلهم، لا يخرجوا من المنازل إلا للضرورة القصوى، حفاظا على أرواحهم. أهم شيء عندنا الآن هو المحافظة على أرواح الناس قبل الممتلكات ومن ثم الممتلكات، لأن الأرواح بالنسبة لنا هو الهدف الأسمى الآن، وهدفنا الرئيسي أن نحافظ على أرواح الناس، وكذلك ثم الممتلكات وثم الأمور الأخرى. نتمنى لهم السلامة، يعني لا احنا نتمنى ما تكون هناك الشوارع زحمة، نتمنى ان لما تصير أمطار كثيرة الكل يعني يلتزم بهذا حتى تكون الآليات اللي نحتاج ان نحركها من موقع الى موقع لإسعاف الناس تكون في حركة المرور سلسة بحيث ان يصلون في الوقت المناسب. شكرا. مع الوزير كل الشكر لك، وأيضا الله يوفقكم ومشكورين على جهودكم. أهلا وسهلا، ونشكر جهود الكويت والتغطية الإعلامية المتميزة. فعلا لمسنا في الآونة الأخيرة الآن تميز جدا واضح لتلفزيون الكويت وتغطيتها بهذه الأحداث، لكم كل الشكر ولكل العاملين بتلفزيون الكويت على هذا الشيء. شكرا. لا شكر على واجب، شكرا مع الوزير، شكرا جزيلا. بسام، مثل ما ذكر معالي وزير الأشغال العامة وزير الدولة شؤون البلدية مهندس حسام الرومي حول آلية التنسيق أيضا مع الجهات المعنية الأخرى في الإدارة العامة للإطفاء.